أرحب بالأستاذ طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. أهلا بيك فندم. أستاذ طارق، ارتفاع في أسعار الحديد، هل ده له علاقة بالارتفاع العالمي؟ طبعا طبعا أكيد، أنت حضرتك العالم دلوقتي كله بيشهد ارتفاع في طبعا في المعادن وفي البترول وفي حاجات كتيرة، وفي عندنا مشاكل كبيرة جدا في الشحن. أي فالحديد طبعا جزء لا يتجزأ، لأن دي بورصة عالمية، فاحنا برضه مكسرين تأثير كبير بسبب زيادة السعر. تقدير حضرتك الارتفاع ده مكمل في الارتفاع ولا ممكن مع تظبيط شوية حاجات لو حصل كذا وكذا وكذا فممكن ينخفض؟ طبعا احنا عندنا الخردة على مستوى العالم دلوقتي فيها ارتفاع، في مشاكل في الشحن. الحقيقة طبعا الارتفاع ده مبقاش مستمر، يعني بتبقى لظروف معينة، لظروف مشاكل دلوقتي في عملية النقل وعملية الأسعار بتاعت أسعار البترول. فاحنا كل ده احنا متأثرين بيه تأثير مباشر، وأكيد الارتفاعات دي بتواجهها طبعا صعوبات هنا في الإنتاج المحلي. يعني احنا برضو بنتأثر تأثير سلبي بزيادة المواد الخام علينا في مصر. فاحنا برضو ريليتد للاسعار العالميه، وانا اعتقد ان الاسعار دي مش هتكمل نتيجه مؤشرات كتيره جدا يعني في السوق المصري، مش هتكمل بالزياده بارتفاعات تاني اكتر من كده. الارتفاع اللي حصل ده استاذ طارق، هل العالم قابل هذا الارتفاع قبل كده في ظروف ما اخرى، ولا ده الاول مره الارتفاع ده العالم كله يشهده؟ لا، هو طبعا في زيادات حصلت قبل كده، احنا كان عندنا في 2008 و2009 ارتفاعات كانت كتيره. الازمه العالماليه. كانت في ازمه العالميه. طبعا كان في ازمه كبيره، وبعدين الاسعار بترجع تاني والسوق يرجع ينتظم، بتبقى ازمه مش مستمره. طبعا كورونا كان ليها تاثير كبير على المباشر على الاسعار، وده على اقتصاد العالم كله مش في مصر بس. يعني مصر بالعكس، احنا الحمد لله يمكن وضعنا النهارده في الدوله النهارده عامله فاتحه جبهات كبيره جدا في مقاومه العشوائيات وفي الانشاءات الجديده. ده الحمد لله النهارده عندنا برضو سوق استهلاك جامد. طبعا النهارده يعني سيتي رايز النهارده فاتح في كل المدن والمحافظات، مش القاهره او العاصمه الاداريه بس، ده على مستوى مصر كلها. والعالم كله بيشهد النهضه الانشاءات والاعمار في مصر. والله اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ طارق، اول حاجه فكرت فيها على طول بعد ما قريت فكره ارتفاع الحديد، قلت يا ربي ده احنا الدوله المصريه وسياده الريس فاتح في مصر كلها شغل، فمن هنا اهتميت بالموضوع. يعني الحقيقه طبعا احنا لو ما كانش فيه سوق كبير وحجم الطلب ده، كانت المصانع كبيره جدا اتأثرت وقفلت، لان يعني الحمد لله العالم كله النهارده يعني بيشهد نهضه لم تسبق لها يعني من مئات السنين في مصر. يمكن النهضه دي احنا كلنا سعداء، يعني سعداء بيها في مصر. طبعا الحقيقه الحمد لله مصانع الحديد النهارده، يعني يمكن لو ما فيش الطلب حجم الطلب ده كان هيبقى فيه تاثير، وكان هيبقى برضه ليه تاثير سلبي للاسف على الاسعار. الحمد لله النهارده المصانع يعني الطاقات الانتاجيه بتاعتها شغاله عن السابق، وحجم الطلب في السوق المحلي كويس الحمد لله، ضامنين، ما عندناش مشكله في السوق المحلي. بس بتواجهنا صعوبات العالميه، ودي ان شاء الله مش مستمره، يعني هترجع تاني والاسعار هتبدا السوق يرجع على مستوى العالم. عندك تقدير امتى تبدا تعود؟ انا اعتقد ان احنا اخر حاجه ان احنا بنبدا نهايه السنه البيت بالكثير، بنقفل على الاسعار القديمه، وبتبدا من اول يناير إعادة التسعير على مستوى العالم تاني، وأعتقد إنه هيشهد انخفاض في يناير أو فبراير إن شاء الله القادم بإذن الله. الله كريم. بشكرك أستاذ طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات.